Décret numéro 1370, barre PR, barre 2018, portant remaniement du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, décrète. مرسوم رقم 1370 بار بي ار بار 2018 بخصوص شكلين الحكومة رئيس الجمهورية رئيس الدولة رئيسا الحكومة نظرا للدستور البند الأول الحكومة هن جمهورية تشاد شكلوها كالآتي وزير هن الدولة وزير المستشار في رئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كسيري كوماكوي الوزير هن الإدارة الأراضي والأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر الوزير المندوب في رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدام بشار عيسى داجلة الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي محمد زين شريف الوزير عن العدل وحقوق الإنسان جيمي عربي الوزير عن التعليم العالي الدكتور دافيد كودنغار الوزير عن البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار محمد الوزير عن المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود الوزير عن الاقتصاد والتخطيط عيسى دوبران الوزير عن التربية الوطنية أبو بكر الصديق تشروما الوزير عن الصحة العامة عزيز محمد صالح الوزير عن الوظيفة العامة والخدمة علي مبودو بودومي الوزير عن التدريب المهني والخدمة الدقاق مدام ماجديان باتشاريت الوزير عن البوست والتكنولوجيا الحديثة والاتصال وعن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة مدام دولينوجي أليكس نيامباي الوزير عن المين والتجارة يوسف أبا صلاة الوزير عن البترول والطاقة بوكر ميشيل الوزير عن الاستسلال الأراضي السكن والتمدن مدام أشتا أحمد بريمي الوزير عن الزراعة مدام ليدي بياسمدا الوزير عن الطيران المدني محمد طاهر أوروزي الوزير عن الثروة الحيوانية غايانغ سواري الوزير عن البيئة والعلم والحوتان صديق عبد الكريم حجار الوزيرة عن التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية مدام ماديلين ألينجي الوزيرة عن المرأة الدكتورة أرجون جلال خليل الوزير عن الترقية عن الشباب والريادة والأمل محمد نصر عبد الله الوزيرة الأمينة العامة عن الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مدام مريم محمد نور أمين الدولة في الوزارة عن الخارجية مدام أشتا سالي دمان الأمين الدولة في التربية الوطنية ندورجي نازر الأمين الدولة في المالية والميزانية اللالي محمد أبكر الأمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط حسين طاهر سجومي البند الثاني المرسوم ده بلقي كل الأحكام السابقة وبكون تطبيقينا من يوم ما مدوا فوقه بسجلوا وبنشروا في الجريدة الرسمية عن الجمهورية سوف نجمعنا يوم 18 شهر 6/2018 بمدعين هنا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Ndjamena, le 18 juin 2018, par le président de la République, Idriss Déby Itno.